تحسن سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، فلماذا لم تتغير أسعار السلع الغذائية والوقود؟ ما الذي سيتبع هذا التعافي؟ أو ما الذي يفترض أن تقوم به الحكومة خلال الفترة القادمة؟ وما هي الضمانات لعدم عودة انهياره مجدداً؟ أهلاً بكم. شهد الريال اليمني استقراراً نسبياً بعد تعافيه أمام العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة، غير أن هذا التعافي سيظل منقوصاً ما لم تشهد الأسواق المحلية هي الأخرى استقراراً في أسعار المواد الغذائية، جملة من الإجراءات الحازمة من شأنها تعديل الأسعار، منها حملات التفتيش التي استهدفت عدداً من التجار في أكثر من محافظة. لكن تظل المحاذير والمخاوف كثيرة، إذ لا جدوى من ارتفاع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية دون انخفاض في أسعار السلع خاصة ومنع الصيارفة من التلاعب، ناهيك عن أن الهبوط والصعود المتسارع والمفاجئ لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلق إرباكاً ومخاوف كبيرة لدى أصحاب الأموال الكبيرة وتجار العملات. والأهم من ذلك مدى تأثير وانعكاس الإجراءات الحكومية لتثبيت سعر الصرف والحد من الانهيار في تعزيز فرص العيش لدى المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية والحد من مجاعة تضرب البلاد. بعد صراع قاس خاضته الحكومة لإنعاش الريال أمام العملات الأجنبية، صدر أكثر من إعلان بشكل متتابع لتحديد سعر الريال أمام الدولار، توافق عند 545 بعد أن كان قد تجاوز 800 ريال. نجحت قرارات البنك المركزي في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية بعدد من قرارات تعديل سعر الصرف الرسمي المعتمد لتمويل استيراد الموارد الأساسية، خطوة استبشر بها الكثيرون، مما يؤكد أن حالة التحسن تمضي في سياقها لتوقف حالة النزيف الحاد الذي أصيب به الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على قرارات بعض المؤسسات التجارية كمجموعة هائل سعيد أنعم، فقد أعلنت عن أسعار جديدة للمنتجات الأساسية تمضي وفقا لانخفاض سعر الصرف، غير أن المواطن اليمني لا يزال يشعر بخيبة أمل مصحوبة باتهامات للقطاع الخاص بأنه لم يقدم ما تملي عليه المرحلة من ضرورة وحاجة الناس من التزام لم ينعكس على أسعار الغذاء والدواء والوقود في السوق، إذ أن الصرافين يكتفون بالشراء ولا يبيعون. حالة الاحتجاج تؤكد أن الأسعار ما زالت مرتفعة وأن أسعار الصرف لم تنعكس بصورة فاعلة على حياة الناس، فالمواد الغذائية لم تشهد إلا تحسنا طفيفا، وهناك انتهازية تجارية تستوجب من الحكومة استنفار كل قواها لإلزام القطاع الخاص بخفض أسعار المواد الأساسية لينعكس التعافي فعلا على حياة الناس. انخفاض سعر الدولار في ظل بقاء الأسعار كما هي، يقول مراقبون إنه أصاب المستفيدين من تحويلات المغتربين بأضرار بالغة، خصوصا أن التحويلات المالية باتت هي المورد شبه الرئيسي بعد توقف الأعمال وانقطاع الرواتب. ماذا سيعقب إجراءات البنك المركزي بفتح الاعتمادات لتجار المواد الغذائية وتغطية الواردات بسعر 545 ريالا للدولار الواحد؟ تأتي الإجابة عبر حزمة من الإجراءات والتدابير الأخرى على الصعيد الاقتصادي والرقابي والسياسي التي يفترض بالحكومة ومؤسساتها الاقتصادية والرقابية اتخاذها، منها إجراءات بحق المضاربين بالعملات وتوفير المشتقات وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحد من معاناة الناس. فأكثر من 20 مليون مواطن شكل انهيار الريال والحصار ضربة قاسية لما تبقى من آمالهم في الحصول على أدنى مستويات الحياة الطبيعية وقوتهم اليومي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الذي سيكون معنا في الأستوديو الدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والسرور. أهلا بك. إذا دكتور، يعني تحسن سعر الريال مقابل الدولار، وصل تقريبا إلى 520-530 اليوم، ما هي المعالجات التي تمت كي يحصل هذا الانخفاض والتحسن؟
هذا الانخفاض وهذا التحسن يعود لمجمل أو لتضافر عدد من العوامل السياسية والعسكرية وكذلك العوامل الاقتصادية. في الجوانب السياسية هناك في أمل في عقد مؤتمر قريب، ويظهر أنه التوجه جاد في إيجاد حلول للمشكلة الأساسية في اليمن، مشكلة الانقلاب والحرب. هذا يعطي أمل فيؤثر على الجانب النفسي، وكذلك في الجوانب العسكرية هناك تقدم وفي إلى الحديدة، والحديدة الآن عمليا محاصرة تماما، وإما أن يسلموها سلما وإما حربا. في الجوانب الاقتصادية هناك تحسن كبير. هذا التحسن جاء لأسباب دولية ولأسباب إقليمية وهي الأساس، ولأسباب أيضا محلية داخلية. في العوامل المحلية مثلا هناك ازدادت خبرة البنك المركزي، هناك فتحت المجال للعمل بالوديعة السعودية، هناك أيضا حكومة برئاسة جديدة يظهر أنها وضعت الأصبع على الجرح، وهو أنه الاتجاه إلى الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية وتفعيل الأجهزة الرقابية والاهتمام بالجوانب الإدارية. هذا اتجاه صحيح وسليم. وهناك في العامل الإقليمي يعني دعم كبير جاء من خلال 500 مليون دولار للإغاثة، وهي كلها تستخدم للاستيراد تقريبا السلع وللدعم الإغاثي. وكذلك هناك مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد على استقرار العوامل أو الجوانب الاقتصادية، وهذا القرار سوف يفتح مجال واسع، سوف يدخل صندوق النقد الدولي في المعالجات التي تتم. الآن صندوق النقد الدولي لا يزال بعيد ولا يزال غائب تماما، والبنك الدولي دخل في العام الماضي بمليار تقريبا وثلاثين مليون دولار. وهذه الجملة من العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي كان بالتأكيد سيكون لها تأثير كبير، وهذا التأثير ظهر في الانخفاض السريع والكبير بنسبة تقريبا 37% في سعر صرف الكاش. هنا أركز على الكاش، لأنه فرق يعني لأنه سعر الصرف الشيكات لم ينخفض كثيرا بل تعطل تقريبا، وهنا في مشكلة. فين المشكلة تكمن؟ المشكلة أنه وهي لماذا لم تنعكس هذا الانخفاض الشديد في 37% في سعر الصرف على أسعار السلع. طبعا هناك عوامل كثيرة، من ضمنها أن السلع تتأثر بأوقات مختلفة، بعضها سريع مثل الذهب وبعضها يتأخر كثيرا مثل المباني والعقارات، وبعضها يكون في الوسط بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر لأنه التجار قد اشتروا. وأيضا لسبب أساسي هو أنه لم يتم حل مشكلة العلاقة بين الكاش والشيكات، لا زال هذه المشكلة موجودة. هناك كذلك مشكلات كثيرة في الآلية التي تم اعتمادها يعني من أجل الاستيراد. هذه الآلية الآن يعني فيها تعارض مع صيغة الاعتمادات أو مع تنوع الاعتمادات. هناك اعتمادات معززة، هناك اعتمادات بتسهيلات موردين، وهناك اعتمادات بتسهيلات مصرفية. ولكن الآلية التي تم استخدامها لا تتعامل مع هذه الأنواع من الاعتمادات المستندية. يعني للتوضيح للناس، يعني في كثير من التجار يشتري البضاعة بتسهيلات موردين، يعني لا يدفع قيمة البضاعة إلا بعد 90 يوم أو 120 يوم أو 150 يوم. الآلية الجديدة تقول له ادفع مقدما،
يعني أول ما تأتي الموافقة من المملكة العربية السعودية يجب على التاجر أن يدفع، فبالتالي تضيع عليه التسهيلات الموردين التي حصل عليها من الصين أو من أستراليا إذا كان قمح أو من دول. وهناك تسهيلات مثلا مصرفية، أيضا هذه التسهيلات المصرفية أصبح التاجر تاجر الجملة. طبعا أنا تواصلت مع رئيس الغرفة التجارية في عدن أبو بكر باعويد وقدم شكاوي كثيرة وتناقشنا حول هذه الشكاوي. قبل أن ندخل لهذه النقطة دكتور، اسمح لنا أن ينضم معنا الناطق باسم الحكومة السيد راجح بادي. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ راجح. إذا تحسن ملحوظ منذ وصول الدكتور معين إلى رئاسة الوزراء، ما هي أسباب هذا التحسن؟ وهناك من يسأل وهل سيستمر؟ تحية طيبة لكم ولضيفك الكريم الدكتور في الاستوديو ولتتابعي قناة الصين. حقيقة أنه يعني كانت توجيهات فخامة الرئيس واضحة وصريحة ومشددة أنه يكون الملف الاقتصادي والملف القدمي هو الملف الذي يحظى بالاهتمام المطلق ولا متناهي بالحكومة أثناء عودتها إلى عدن. وكان هناك حقيقة يعني تعاون سواء من السلطات المحلية، من الأشقاء في التحالف وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، من القوى السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، من رجال الأعمال، من المجتمع المدني. كان هناك حقيقة حرص لأن الوضع الاقتصادي كان وضع مخيف، كان هناك يعني شبه مجاعة تهدد اليمنيين نتيجة التدهور المستمر في سعر صرف الريال، التناقص الحاد في المخزون الغذائي الاستراتيجي، يعني تدهور الخدمات. لكن بجهود الجميع حقيقة، بجهود كل من بثر وبمتابعة حديثة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، استطاع الجميع أن يحقق هذا الإنجاز. وبدأت العملة المحلية بالتحسن، وبدأت العملات الأجنبية بالتراجع أمام الريال اليمني. اللجنة الاقتصادية بذلت جهود كبيرة، البنك المركزي، البنوك التجارية، ساهم يعني. وحقيقة لقد تحولت عدن خلال الفترة الماضية 20 يوم الماضية إلى يعني غرفة عمليات وخلية نحل، من أجل أن يشعر المواطن أن هناك تحسن حقيقي يلمس. والآن كما تشعر هناك ولله الحمد ارتياح كبير من المواطن نتيجة هذه الخطوات الملموسة التي لمسها المواطن. وخلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله يعني يتفاعل معنا القطاع التجاري والصناعي بشأن تخفيض الأسعار بما يتناسب مع يعني تحسن سعر الريال وتراجع. نعم، يعني عند هذه النقطة أستاذ راجح، يعني المواطن يتساءل، يعني حين يتم وجود خبر ولو من بعيد عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال، في نفس اللحظة ترتفع الأسعار، لا يحدث العكس عند انخفاض الأسعار، فلما لا تكون هناك رقابة حقيقية على هؤلاء التجار، خاصة أن بعضهم يعني لديه بضائع مخزنة بالسعر القديم فيبيعها بالسعر الجديد دون أي رقيب عليه. وبالتأكيد هناك بعض الضعاف النفوس، لكن هناك مؤشرات إيجابية من القطاع الخاص، ولعلكم تابعتوا يعني خلال اليومين الماضيين البيانات الصادرة من بعض البنوك التجارية المعروفة والمشهورة، يعني ستخفض أسعار سواء منتجاتها المحلية أو الصناعة التي تستوردها من الخارج نتيجة تحسن سعر الريال. الأجهزة الرقابية بالتأكيد لا زالت ضعيفة، لكن خلال الأيام القليلة القادمة ستكون هناك حملات ميدانية بالتعاون مع الغرفة التجارية، بالتعاون مع الجميع. الجميع هنا حقيقة يتمتع بروح مسؤولية كبيرة، ولأنه الغلاء يعني أثر كثيرا على حياة الناس، خاصة يعني مع يعني تدهور سعر الصرف. كان الغلاء أثر كثيرا على الناس، والآن هناك شعور بالمسؤولية الجماعية لدى الكل لكي يكون التحسن سريع. وأنا أعتقد أنه خلال الأيام القليلة الماضية ستنخفض أسعار الكثير من السلع بشكل ملحوظ، وسيلاحظ المواطن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. وبإذن الله أيضا تستمر
يستمر التحسن في سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. إذن يعني هل سيتم أيضا استعادة أو تمكين رئاسة الوزراء كدولة من الموانئ وحقول النفط والغاز وإعادة يعني الاستيراد وتصدير أم لا؟ بالتأكيد يعني هناك كما أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أنه هناك خطة لزيادة إنتاج النفط وتصدير النفط من بعض الحقول التي كانت خلال الفترة الماضية تصعب عملية تصدير إنتاجها من النفط. هناك الآن العمل بشكل مكثف وجاري لاستئناف تصدير الغاز المسال، وهذا الإنجاز إذا تحقق سيوفر الكثير من الموارد المالية من العملة الصعبة للحكومة، وسيؤدي إلى أن تستطيع الحكومة أن تقدم يعني خدمات كبيرة للمواطنين ويساعد في تحسن سعر العملة. هناك خطة الآن والتشاور سواء مع الأشقاء في التحالف ومع الأصدقاء المشاركين لنا في مشروع الغاز المسال من أجل استئناف عملية التصدير. هناك بعض الحقول ربما إن شاء الله يعني خلال الفترة القليلة الماضية يعني تدخل في الخدمة ويتم تصدير يعني النفط منها. هناك خطة لتحسين الخدمات في عدد من الموانئ الرئيسية من أجل يعني أن تكون الحركة الاستيراد عبرها بكفاءة أكثر وأفضل عبر توفير الخدمات، لأنه كما تعرفين الموانئ اليمنية تفتقر للأسف لكثير من المتطلبات الأساسية لعملها نتيجة هذه الحرب المدمرة التي فرضتها علينا ميليشيات الحوثي ودمرت يعني البنية التحتية بشكل كامل. لكن الآن بدأت الحياة تعود نوعا يعني نوعا ما، والأوضاع الكل يلاحظ سواء الذي في الداخل والذي في الخارج يلاحظ أن التحسن، أن الأمور تتجه نحو التحسن، وأعتقد أن هذا مؤشر طيب. لو كانت الأمور تتجه نحو الأسوأ كانت المخاوف ستتزايد وكان الكل سيكون في حالة قلق، لكن الآن التفاؤل هو التفاؤل العام نتيجة أن الأمور تتجه نحو التحسن. علينا أن على الأمم جميعا أن يقفوا صفا واحدا من أجل إنقاذ هذا البلد، سلطة، حكومة، أحزاب، مؤسسات مجتمع مدني، قوى سياسية، قوى اجتماعية، يعني الكل عليه أن يتكاتف لكي لا تذهب بلادنا إلى الهوية. وأنا أعتقد أنه الآن نستطيع أن نقول أننا تجاوزنا مرحلة الخطر فيما يتعلق سواء بالعملة المحلية أو بالمخزون الاستراتيجي من الغذاء، والذي كان فعلا محط قلق المجتمع الدولي بشكل كبير. الآن الأرقام يعني أصبحت مطمئنة إلى حد كبير، وهناك يعني خلال الفترة القادمة سيكون الوضع إن شاء الله أفضل. نعم، إذا هذا التحسن هناك من يتساءل يعني حين تم إعلان رئاسة الوزراء بدفع رواتب المتقاعدين في جميع أنحاء الجمهورية، يتساءل البقية هل سيتم أيضا الإعلان قريبا عن استلام بقية الموظفين لرواتبهم المتوقفة منذ فترة؟ نحن كحكومة شرعية مسؤولة عن 28 مليون يمني في شرق اليمن وغربها شمالها جنوبها في كل مكان. في الأخير هؤلاء مواطنين من يعني لا يتحملون وزر هذه الميليشيات التي سيطرت ودمرت الأخضر واليابس. نحن علينا مسؤولية تجاه كل أبناء الشعب اليمني، وبالتأكيد نحن نسعى لصرف مرتبات كل اليمنيين، لكن كانت البداية وحسب الإمكانيات للمتقاعدين، وكما تعرفوا هذه هي الطبقة المسحوقة فعلا، ولهم فترات طويلة لم يستلموا يعني يستلموا مستحقات. وكانت توجيهات فخامة الرئيس واضحة أن يتم البدء بهذه الشريحة وبهذه الفئة، لأنه يعني كما تعرفوا المتقاعد لا يوجد له دخل يعني ولا يستطيع أن يعمل في أي مجال آخر سوى هذا الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه من الحكومة. وبالتالي أعلنت الحكومة يوم أمس نعم يعني هذا الإعلان أنه سيتم التساؤل عن بقية الموظفين أستاذ راجح، هل هم في الطريق أيضا؟ إن شاء الله، ونتمنى أن المجتمع الدولي يساعدنا ويضغط على هذه الميليشيات الإرهابية التي هي من يتسبب في عدم صرف رواتب بقية الموظفين نتيجة يعني احتكارها لكثير من الإيرادات سواء إيرادات الموانئ أو الإيرادات الضريبية أو إيرادات شركات الاتصالات أو غيرها.
يعني نتمنى انه المجتمع الدولي وخاصه المبعوث الاممي الذي الان يعني كان يتحرك في صنعاء ان يكون هذا الموضوع يعني محط ضغط على هذه الميليشيات لكي تلتزم بتوريد هذه الايرادات، وهذا سيساعدنا كثيرا في التعديل بصرف رواتب كل الموظفين في كل مكان في اليمن، سواء في المهره، في صعده، في عمران، في حضرموت، في كل مكان. يعني لو شعرت هذه الميليشيات بمسؤوليه وبتأنيب ضمير تجاه معاناه اليمنيين ووردت هذه الايرادات الكبيره التي تستغلها في الثراء الفاحش للقيادات الحوثيه ولدعم جزء من المجهود الحربي، ستصل المرتبات الى كل يمني في كل مكان. ونتمنى الان ان يتحمل المبعوث الدولي هذه المسؤوليه على عاتقه، كما هو يعني يبدي حرص على بعض القضايا. نعم، يعني أن يبدي حرص على هذه القضية الكبيرة والحقيقية. نعم، وفي نهاية الأمر كما تفضلت في بداية حديثك، الحكومة هي المسؤولة عن جميع المواطنين، لذلك هم يأملون منها الكثير. شكرا جزيلا لك راجع عبادي الناطق باسم الحكومة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إليك دكتور محمد، دعني فقط أخذ عبارة من حديث الأستاذ راجع حين قال نحن ربما تجاوزنا الآن مرحلة الخطر في مسألة سعر الريال. هل فعلا يعني الآن نستطيع أن نقول أن هناك ثبات نوعا ما؟ ما هي الضمانات لعدم انهيار الريال مرة أخرى؟ طبعا نحن متفائلين، ولكن هذا التفاؤل مشروط وليس تفاؤل مفتوح. التفاؤل هذا أو ضمان استقرار سعر الصرف ويعتمد على عدد من الشروط، إذا بغت هذه الشروط سيظل هذا الوضع وقد يتحسن وسيستقر سعر الصرف، لكن إذا انتفت هذه الشروط، وهذه الشروط هي شروط سياسية وشروط اقتصادية وشروط عسكرية، يعني مثلا لو لم يتم تغطية رواتب الموظفين التي ستدفع بعملات من الخارج، يعني لم يتم تمويل من الخارج مباشرة هذه الرواتب، فإن العملة سوف تنهار مرة أخرى. يعني هناك مشروطة، العملية عملية مشروطة. إذا استمر احتياطي مثلا البنك المركزي يتناقص فقط ولا يتعزز، يعني إذا استمر البنك المركزي في حالة بيع فقط دون شراء فلا يمكن ضمان. يعني أنا أقول إنه إذا استمر الوضع، يعني إنه خلاص البنك المركزي عنده 2,900,000,000، هذه سوف تنتهي في شهر 4 إذا استمرت الأوضاع على الوضع الحالي. طيب وبعدين؟ يعني هذا الاستقرار هو استقرار مشروط، لكن الخطر الكبير زال. النظرة المتشائمة، الهلع الذي كان في شهر نهاية شهر 9 وشهر 10 وبداية شهر 11 يعني توقف. وهنا أهم نقطة هو أنه تم تجاوز هذه المرحلة، مرحلة الهلع التي جاءت كما تحدثنا في الحلقة السابقة. التفاؤل مشروط. أيضا يجب أن تعالج ثغرات، في هناك ثغرات في الآلية الاستيراد، هذه الثغرات تتنافى أو تتعارض أو تتصادم أحيانا مع طبيعة الاعتمادات المستندية. هناك يجب أن تكون دعم حقيقي وليس كلام، يعني القرار مجلس الأمن يجب أن يتحول إلى أفعال. هذه الأفعال هي على شكل تمويل، على شكل دعم، على شكل قروض، على شكل هبات. هذه الشروط إذا توفرت وفقا لما يتم، لما يلتمس الآن من جدية المجتمع الدولي ودول الجوار، إذا خفت المملكة العربية السعودية من ضغوطاتها على المغتربين فممكن. إذا سمحت لهم بالعودة يعني بشروط مخففة، أيوة، يعني في شروط معينة، هذه الشروط إذا تحققت فإنه التفاؤل سيستمر والاستقرار سيتم وبل سيتحسن الوضع. لكن بدون هذه الشروط يعني من الصعب. هناك مخاوف تظل، طبعاً تبقى مخاوف. المخاوف تظل، نحن لازلنا في حالة حرب، لازالت المستقبل غامض. على الرغم كما قلت لكم في الحرقة الماضية إنه نحن نسير في الاتجاه الصحيح، والدولة الاتحادية يعني قادمة، والآن ليس أمامنا سوى دولة اتحادية. يعني الآن من المستحيل أن نبني إلا دولة اتحادية، ما في إمكانية لشيء آخر. الدولة المركزية انتهت كما أكرر، عمارة علي سقطت،
وفيلا عبد ربه إن شاء الله بدأنا نبنيها ونسير الآن في البناء بشكل تدريجي. طيب ماذا عن الأسعار؟ يعني وأنا كنت طرحت هذا الموضوع للأستاذ راجح واستمعت إليه، يعني ما إن يفكر الدولار أن يرتفع حتى ترتفع الأسعار فورا، حتى وهي موجودة في المخزن لم يعني يأتي بها من الخارج، ينخفض سعر الدولار مقابل الريال ولا يتحرك سعر السلع. يعني أعلم أن هناك جشع غير عادي بالنسبة للتجار، ولكن ألا توجد أيضا رقابة للحد من هذا الأمر؟ أولا أنا لا أتفق معك تماما حول موضوع جشع التجار. ماذا تسبب؟ التجار، أنا أستطيع أن أجزم بأن معظم التجار قد هبط رأس مالهم خلال هذه الفترة وقد خسروا خسائر فادحة. يعني إذا الحديث عن جشع يعني غير 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 سليم. أنا أتحدث يعني أنا لا أدافع عن اتحاد التجار الآن، يعني ولكن صاحب ولكن سوبر ماركت أو صاحب بقالة مجرد أن يسمع أن يعني سعر الدولار ارتفع يرفع السعر شيء طبيعي، لأنه إذا معك أنت بضاعتين ثنتين، أنت اشتريتها 100 دولار مثلا، ارتفع سعر الدولار، إذا بعتيها بالسعر القديم لن تستطيع أن تشتري البضاعة نفسها، يعني سوف يقل حجم البضائع في الدكان، شيء طبيعي. وحتى لا تقل، حتى يستطيع أن يشتري، لأنه بهذا الشكل سوف تتناقص يعني رأس ماله وينتهي. لا. سؤال، لماذا عندما ينخفض سعر الدولار لا تنخفض بشكل سريع؟ هنا تسمى المرونة، هناك مرونة في اليمن، لدينا مرونة سريعة مع صعود ومرونة بطيئة جدا أثناء الهبوط. لو تلاحظي في تركيا مثلا الوضع مختلف، يعني ارتفعت سعر العملة ب 42%، الأسعار لم ترتفع بهذا الشكل، يعني بشكل الحركة كانت بطيئة جدا، ثم الآن انخفض سعر الصرف في تركيا، الأسعار بدأت تعود اللي ارتفعت وكانت في أقصى شيء 15%. هذه المرونة نتيجة الثقة، يعني عندما يكون المجتمع التجار والشعب يعني يمتلك ثقة كبيرة بالسلطة السياسية بالسلطة الاقتصادية، هنا لا يهتم كثيرا، وبالتالي لا تكون المرونة قليلة في الصعود. بينما لما تنعدم الثقة أو تخف الثقة بالوضع السياسي بالوضع الاقتصادي بالسلطة السياسية وأيضا بالسلطة المالية والسلطة النقدية، فهذه الوضع يكون مرونة عالية جدا في الصعود وبطيئة جدا في الهبوط. لكن هذا لا يمنع أن هناك أيضا حاصل إيش تحسن، وأنا أقول أن العافية تأتي بالتدريج. نحن الآن في أمام برنامج للتعافي يتم يعني السماح بنقاطه بشكل تدريجي وبشكل بطيء. لماذا بشكل تدريجي وبشكل بطيء؟ هذا يتناسب مع الوضع العسكري والوضع السياسي والوضع الدولي والوضع الخليجي بالذات، أو بالذات من المملكة العربية السعودية التي أقول وأزعم بأنه نحن مرتبطين ارتباط كبير جدا باقتصاد اليمن، مرتبط ارتباط كبير جدا بالمملكة العربية السعودية. وأنا أكرر دائما نحن نحصل من المملكة العربية السعودية على 5 مليار على شكل تحويلات، نحصل على 1 مليار على من السياحة، نحصل على 350,000 كله بدولار. نعم الآن من كل ذلك الاتصالات، نحصل على 1.5 مليار من الاستثمارات المغتربين المتجنسين وغير المتجنسين في اليمن، نحصل على 1.5 مليار في واردات أو صادرات عوائد صادرات خضار وفواكه وأسماك وبن وعسل، وأيضا 700 مليون دولار من تصدير القات إلى المملكة العربية السعودية. كل هذا تأتي يعني ونحن إجمالي ميزان المدفوعات اليمنية 13 مليار، يعني عمليا في حدود 9 إلى 10 مليار دولار نحن نحصل عليها من المملكة العربية السعودية. نعم، لكن فأي هذا في الوضع فأي مشكلة السابق، في الوضع السابق، فأي مشكلة تحصل في هذا الجانب يعني على طول يكون التأثير تأثير شديد، وأي انفراجة ب200 مليون على طول يحصل انفراجة كبيرة في سعر الصرف في اليمن. نعم،
إذن لو تحدثنا عن أيضا مسألة الرواتب دكتور محمد، يعني رئيس مجلس الوزراء أعلن في صفحته أنه من الأسبوع القادم سيتم صرف رواتب المتقاعدين في جميع مناطق الجمهورية. ما هي أهمية هذه الخطوة بداية؟ ليست مهمة كثيرا. لماذا؟ لأنه المتقاعدين كلهم 123,000، الذين يستلمون 86 تقريبا أو 83,000 يستلمون، لأنهم معظم المتقاعدين هم موجودين في المناطق الجنوبية بشكل أساسي وفي عدن بشكل أساسي. المتبقين الذين لا يستلمون رواتبهم وهم في المناطق الشمالية 38,000. لماذا؟ لأنه في الشمال أصلا ما يتقاعدوش، كانوا لما يجي وقت التقاعد يروح يعدل ميلاده، يعدل ما كانش في سجلات حقيقية، وبالتالي المتقاعدين في المناطق الآن التي تقع تحت سيطرة الحوثيين 38,700 فقط، 38,700. هذا من يعني هؤلاء مرحب. الذين سوف يتم دفع رواتبهم الآن في المرحلة القادمة، بالتالي ليست مشكلة، لن تؤثر على سعر الصرف، لأنه إذا كان عددهم كبير كان سعر الصرف ممكن يتدهور، ولن يكون لها تأثير كبير. لن تكون لها تأثير يعني كبير، لأن العدد قليل. 38,000. نعم، إذا اسمح لنا رواتبهم قليلة كمان، الرواتب الأساسية نعم دون أي إضافات. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ نجيب شحر الباحث الاقتصادي من صنعاء. مساء الخير أستاذ نجيب. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى ضيفك الكرام وجميع المشاهدين. أهلا بك. بداية، ما هو تعليقك حول انخفاض سعر الريال أمام الدولار، ربما وصل اليوم إلى 530-520؟ والله في هذا الجانب هناك يعني ممكن قراءة الأمر من زاويتين، قد يكون زاوية إيجابية وقد يكون دخول في مرحلة أخطر. في هذا الأمر يعتمد على طبيعة العوامل التي قادت إلى هذا الانخفاض. والأرقام هي من تجيب على هذه الأسئلة، ما إذا كان إيجابي أو كان تدخل مباشر معقد ممكن يزيد الوضع تفاقم. مثلاً إذا عدنا إلى أرقام 2014 وموازنة أو موارد النقد الأجنبي اليمن في تلك السنة بلغت 18 مليار دولار، 36% منها موارد النفط والغاز، صادرات النفط والغاز، و 18% منها تحويلات المقربين، وبقية النسبة تتوزع بين استثمارات مباشرة وقروض ومساعدات وإلى الأخير. بمعنى مصير العملة اليمنية يكون واضحين يعني بيد التحالف. لو جمعنا نسبة التحويلات المغتربين زائد صادرات اليمن من النفط والغاز توصل إلى 60% من موارد النقد الأجنبي، وهذه هي المورد الرئيسي في تمويل الواردات. حاليا الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز في اليمن انخفضت إلى 10% مقارنة ب 2014. بقية المصادر كلها معطلة باستثناء تحويلات المقربين. تحويلات المقربين تتعرض لضغوطات كبيرة جدا. هذه الضغوطات علينا لدينا تقريبا 3 مليار دولار حجم التحويلات السنوية، 61% أو 60% منها حسب آخر تقرير الحكومة من المملكة العربية السعودية. هناك الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السعودية قلصت من الحجم بشكل كبير، بمعنى ضاعفت من الضغوطات على العملة الوطنية. إذن التحالف هو المشكلة وهو الحل. إذا كان الانخفاض مبني على أسس اقتصادية قائمة على استئناف الحكومة للصادرات النفطية بكامل طاقتها، قائمة على الدخول مع السعوديين بالمفاوضات حول استثناء اليمنيين من الإجراءات التي ساهمت بتخفيض التحويلات إلى أنا أعتقد ممكن تكون النص. إذا في هذا الإطار التحالف هو الحل وهو المشكلة لمصر الوقت. إذا كان الانخفاض قائم على هذه الأسس فهو توجه إيجابي.
أما إذا كان تدخل مباشر سياسي تثمن لحكومة بن دبل، فأعتقد أنه سندخل أو مرهون بمفاوضات سياسية، فأعتقد أنه سندخل مرحلة أحضر والعملة ستنهار أكثر. نعم، طيب من خلال قراءتك للأحداث، هل تجد أنه كان العامل الإيجابي الذي تحدثت عنه أم العامل السلبي؟ والله يعتمد، إلى الآن لا يوجد وثيقة رسمية تؤكد أن الحكومة اتفقت مع التحالف على استئناف الحكومة الفدرالية النصرية، هذا ما عندنا شكل عنه، هذا واحد. الجانب الثاني، سيطرت الحكومة على دورة حياة الموازنة، إلى الآن مش مسيطرة. الجانب الثالث، ممارسة السلطة النقدية للبنك المركزي مشلولة. نحن هنا أمام مثلا، على سبيل المثال سوف أعرض بس مؤشر واحد، حجم السيولة خارج النظام المصرفي كان 800 مليار 2014، وصل إلى 1600 مليار 2018، بمعنى أن الحكومة أو الجهاز المصرفي للدولة لا يتحكم بالسيولة في ظل وجود تزايد ونمو العرض النقدي. ممارسة الحكومة لإنكار سلطتها مرهون بالاتفاق مع التحالف. نعم. هنا نتكلم عن استدامة استقرار قطاع الصرف. نحن لا نريد مساعدات، نريد عودة الوضع إلى ما كان عليه وفقا ل 2014. نعم. يعني هذه المساعدات التي يتم الإعلان عنها، المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، إذا ما تحولت إلى خزينة الدولة أيضا والتمكن من إيراداتها، هل ستؤثر إيجابيا برأيك؟ والله طبيعة المساعدات هذه أعتقد يعني حسب ما يعلن الدولة قدمت 11 مليار، هي أرقام إعلامية أكثر منها تدفقات نقدية، بمعنى للاستهلاك السياسي أكثر منه دعم الاقتصاد. كان افتراض على التحالف في بداية يعني عندما تم استعادة عدن أن تتمكن الحكومة من السلطة الاقتصادية على البلد وتمارس وصول الصادرات ومنع عدن معطل. كان منع عدن قبل الحرب يستوعب 700,000 حاوية، الآن لا يصل إلى 200,000 حاوية. يعني هناك جملة من العوامل لازم أن الحكومة تدخل مع التحالف باتفاق شراكة يضمن استعادة السلطة الشرعية للقرار الاقتصادي النقدي. دون ذلك اليمن الآن أو الورقة الاقتصادية بتستخدم ورقة سياسية يستخدمها التحالف ضد اليمن الشرعية. نعم. إذا لو سألتك، كان التدخل، يعني أعيدها لأنه تفضل، أقصد في نقطة مهمة، أنه في قد ندخل مرحلة خطيرة للغاية إذا كان، لأنه عملية التدخل بالعرض النقدي عملية سهلة، ممكن تضخ نص مليار دولار وبالتالي تأثر على السعر، لكن هذا إجراء مؤقت. إذا كان هذا الإجراء المؤقت مرهون بأجندة سياسية، أعتقد العملة عامل عدم اليقين وعدم الثقة موجود أصلاً. العملة ستنهار إلى مستوى ما قبل الانخفاض، أعلى ما قبل الانخفاض أقصد. نعم، دعني إذا أسأل ضيفنا دكتور محمد حلبوب حول هذه النقطة. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب شحرة الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. ما هو تعقيبك على هذه النقطة؟ هل يمكن أن بسبب هذه الظروف التي تم ذكرها أن يتراجع سعر الصرف إلى ما أسوأ، إلى ما كان يعني أسوأ عليه؟ أنا قلت هذا الكلام تقريبا، أنه هذا التراجع هو تراجع يعني، أو هذا التحسن هو تحسن مشروع بعوامل معينة، إذا هذه العوامل ظلت فإنه هذا التحسن سيستمر والاستقرار سيأتي، وأيضا يحتاج إلى معالجة للمشكلات. يعني الآن في مشكلة كبيرة يعني خلقتها الآلية أو خلقت خلال الفترة الماضية، وأيضا عمقتها الآلية التي وضعتها اللجنة الاقتصادية، وهو موضوع العلاقة بين سعر الشيكات، سعر صرف الشيكات وسعر صرف الكاش.
هذه العملية يعني عوامل اقتصادية، عوامل فنية، عوامل نقدية، عوامل سياسية، عوامل عسكرية، عوامل حتى اجتماعية، كل هذه العوامل وعوامل أيضا إدارية. يعني مثلا إذا ظلت مأرب تتمسك بإيراداتها فإنه هذا سوف يشجع الحضرموت على أن تتمسك، وسوف يشجع شبوة، وسوف يشجع عدن، وهكذا يعني الجميع. وإذا تم التعامل بشكل حقيقي وتم الضغط أيضا بشكل حقيقي دون إعطاء أي مبررات غير مقنعة، فيعني الكذب يعني عمره قصير، يعني أنه والله في تحسن في مأرب لأنهم يأخذوا كل الإيرادات، يعني إيرادات الغاز وإيرادات النفط، يعني هذا مش دليل، بل أنه هناك فساد كبير ومعروف. والدليل أنه في أكثر من 200 ألف جندي يستلمون 32 مليار يعني كل شهرين. ويعني أنا قصدي أنه هذا التحسن تحسن مشروط، ليس يعني ثابت، نعم ليس دائم، ولا يوجد أي إنسان لا في اليمن ولا اقتصادي ولا سياسي كائن من كان يستطيع أن يقول، حتى مجلس الأمن لا يستطيع أن يضمن تحسن دائم بدون الشروط التي تحدثنا عليها. نعم، إذا لو تحدثنا عن إعلان الدكتور معين عن إعداد موازنة لعام 2019، أتذكر تماما في بداية 2018 كان هناك معي لقاء مع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي السابق، وهو يتحدث عن موازنة ل 2018 وأنها ستكون أول موازنة منذ الانقلاب. لم هذا الطموح. نعم. الطموح مشروع، أي طموح مشروع، وهناك الآن بدأت يعني ملامح، مؤشرات أو ملامح، أو بدأت تتشكل بيانات التي من خلالها تستطيع أن تضع موازنة. ولو أنه هذه الموازنة ستكون يعني في ظل مجلس النواب، مجلس النواب لم تتحول، لأن الموازنة تتحول إلى 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 قانون. فإذا كانت هذه الموازنة، إذا كانت هذه الموازنة لن تتحول إلى قانون لأن مجلس النواب لن يجتمع، لا يجتمع، فيعني ما في. كذلك المشكلة أنه الوضوح غير متوفر. مثلا هل الموازنة التي سيتم في عام 2019 سوف تشمل كافة الرواتب في اليمن وهي 890 مليار؟ إذا كان هذه الموازنة ستتم بهذا الشكل مثلا، فهل يوجد لديك إيرادات؟ يعني هذه لو تمت هذه العملية دون أن يكون هناك يعني تغطية دولية ب 2 مليار و 400، لأن المبلغ ليس فقط 890 مليار، بل في مستحقات سابقة للموظفين المنقطعة رواتبهم الآن تساوي حوالي 2 تريليون ونص تقريبا خلال الفترة الماضية. أعتقد يعني مؤقتا سيقبلون إلى أن يتحسن وضع الدولة، هو راضي يأخذ الرواتب. من أجل الموازنة، قصدي من أجل الموازنة. الموازنة إذا وضعت أنت هذه دون أن تحصل على ضمانات، وحتى الآن هذه الضمانات صحيح في برنامج، صحيح في خطة، خطة التعافي وإعادة الإعمار، وهي خطة مكتوبة ومجاهزة وناقشها البنك الدولي وصندوق النقد، وناقشناها نحن في برلين، وناقشناها عدد من الخبراء والمختصين. لكن السؤال من أين؟ لم يتم الإجابة على هذه السؤال. إذا أنت خططت وضعت موازنة على أن تدفع كافة الرواتب في اليمن، يعني الحوثي لم يلتزم بأي توريد للإيرادات، هذا معنى أنك تعطي للحوثي تمويل مجاني، يعني كانت ناقصة عليهم قليل الفلوس الآن بتعطيهم أنت يا. أنت بتغطي لهم الرواتب، الرواتب طبعا بتتحول إلى مشتريات، المشتريات بتروح تجارة الجملة، هم سيحصلون على ضرائب. نعم، لكن يعني هذا هو الحساب المنطق، لكن حساب يعني أيضا الحساب الإنساني مهم، يعني أن أعطي هؤلاء الذين حظهم وأنهم مظلومين تحت سلطة يثوروا. ليش ما يثوروا؟ أين يثوروا؟ يعني مثلا واحد يشتغل مع الحوثي، أنا أروح أدفع له راتب؟ يعني منطق هذا؟ وهو يشتغل مع الحوثي يعني وزارة الدفاع في صنعاء يدفعوا لهم رواتب؟ يعني هناك يعني مثلا والأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي يشتغلوا مع حبتور يدفعوا لهم؟ يعني كلام بصراحة يعني فيها نوع من أنواع الرومانسية. والمعلمين، ثم المعلمين ذو وضعهم ثاني، وأنا اقترحت قبل عام الأطباء أنه المعلمين وفي المجالات الصحية وفي في الخدمات، بعض الخدمات الأساسية يعني يتم تمويلهم بشرط يتم
حصار ميناء الحديده وطرحتها على في موقعي مع بندغر بشرط يتم محاصره ميناء الحديده من البحر باختصار يعني. فيعني يتم الحصول على الجمارك من البحر ممكن لانه السفن كلها تمر عبر جيبوتي، ممكن ان ياخذوا الجمارك في جيبوتي. يعني كانت العمليه ايضا سهله دون حاجه الى ان ندمر الحديده. فيعني اقول انه الموازنه لعام 2019 هي طموح، وهو طموح مشروع طبيعي، وهو شيء طبيعي من شاب رئيس وزراء شاب ان يسعى وسوف يضع مؤشرات، لكن هل تتحول الى قانون ملزمه التنفيذ؟ نتمنى. هنا السؤال الذي من الصعب اعتقد حتى الدكتور معين لن يستطيع الاجابه عليه ولن يستطيع ان يلتزم. ثم انه اذا تم اعطى الرواتب كامله للجميع سوف تنهار العمله بدون تغطيه. يعني العمليه حاجه الى تنظيم والى تغطيه، ولازم تكون تغطيه واضحه وباليات سهله. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلوب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي اليمني، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. الشكر لكم، الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.